بيئية وإنسانية. أنتقل الآن إلى أوكرانيا. أزمة الغذاء تتعمق الكثير من البلدان في العالم تعاني، لا سيما في القرن الإفريقي. فالبلدان هناك تجد نفسها تواجه نسبة عالية من الوفيات بين الأطفال بسبب نقص الغذاء والجوع. وفي السودان كل شخص من 4 أشخاص سوف يعاني من الجوع الشديد في المستقبل القريب. ماذا بوسع المجتمع الدولي أن يقوم به؟ هناك محادثات جرت بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. هل نحن نقترب من الحل؟ هل هناك ضوء في نهاية النفق بأن هذه الأزمة يمكن تفاديها؟ هذه الأزمة يمكن تجنبها بسهولة، ولكن دعونا ربما نشير إلى مسألتين. أولا، العقوبات لا صلة لها بهذا الوضع. ليس هناك أي عقوبات على الغذاء أو المساعدات الإنسانية الغذائية. وندرك أن السفن الروسية تخرج الصادرات الحبوب من البحر الأسود. الشيء الثاني هو يتعلق أو ربما أسطورة الألغام. الأمر لا يتعلق بذلك، وإنما على روسيا أن تنهي حصارها للموانئ الأوكرانية، وقد استخدامها لإطلاق صواريخ على أودسا كما حصل بالأمس، مما أدى إلى قتل 17 شخصا وإصابة الكثيرين. يمكن لأوكرانيا أن تحصل على ممرات آمنة من هذه الموانئ، ولذلك هناك اتفاق بين الأمم المتحدة، أو يركز الاتفاق بين الأمم المتحدة وتركيا وروسيا وأوكرانيا لضمان تصدير الحبوب. وكما قلت، الأمر يتعلق بحوالي 1.7 مليار شخص في العالم، يوجدون في 107 بلدان يواجهون نقص في الغذاء. أسعار الغذاء ارتفعت في إفريقيا بحوالي 60%، ولا يمكن للناس أن يشتروا الأغذية بهذه الأسعار. هل لديك أي أخبار بشأن توصل الاتفاق بمساعدة تركيا؟ والسيد غريفيث يساعد في ذلك، ولكن هل ثمة أي تواريخ ملموسة أو مواعيد لإزالة الألغام وفتح الموانئ في البحر الأسود؟ كما قلت، الأمر يتعلق بإقناع روسيا لرفع الحصار، حصار الموانئ. نحن لا نحتاج لنزع الألغام. وأنا على اتصال مع غرينسبانك وغريفيث الذين يعملان بشكل وثيق مع أوكرانيا وروسيا وتركيا التي تلعب دور مهم هنا. وأعتقد أننا نقترب من التوصل إلى حزمة، ولكن حتى الآن لم نصل إلى ذلك. والمسألة المهمة حقيقة الآن هي أن ترفع روسيا حصارها للموانئ الأوكرانية.